اليوم حان القصيد كانت الفكرة من شاعر احمد جواد في معانيها اليوم حان القصيد وزانت الفكرة من شاعر الشيخة اللي تعبت ماني باريها الشامخ الجامح المصونة الحرة تلمي شاعر لها في عرس غاليها في والله انك فخر يا نادر الدرة هي فرج الله فخر قوم نحييها بنت الذي في لزومه ما تصر شبرة على الكرم والعطاء جدي مربيها طيب الامان ما ترجع عسايد وما الفرح ويعيش راعيها اليوم حان القصيد وزانت الفكرة من شاعره ما توانت في معانيها يوجه الشعر لو مجاد وش عذره ليه اكتب الشعر وحروفه اسويها وانا عسفته طرب في حضرة المهرة الشيخة اللي تعبت ماني باريها الشامخ الجامح المصونة ما تصر شبرة على الكرم والعطاء جدي مربيها طيب الأمان ما ترجع وضبكرة أنا أشهد إن الكرم والجود كاسيها واختم قصيدي بعد ما زانت الفكرة عسى يدوم الفرح ويعيش راعيها اليوم حان القصيد وزانت الفكرة من شاعره ما توانت في معانيها الشيخة اللي تعبت ماني باريها الشامخ الجامح المصونة الحرة سكت المشاعر لها في عرس غاليها هي والله انك فخر يا نادر الدرة هي فرج الله فخر قوم نحييها بنت الذي في لزومه ما تصر شبرة على الكرم والعطاء جدي مربيها طيب الامان ما ترجع جديد وحصري على استديو راعيها سايد وما الفرح ويعيش راعيها.